أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. عمت مساء، مساك الله بالنور والسرور يا فهد، حياك الله والساعة المباركة. واليوم راح نستكمل حديثنا عن هذه المجلة، مجلة الرياضي في 10/7/1993، عليها غلاف كابتن محبوب جمعة حاملا كأس سمير، سالمية بطل كأس سمير عام 93. طبعا راح ننتقل الآن للدوري وفهد في ذيك الفترة، في ذيك الفترة 92-93، يعني في لبخة صايرة في الرياضة عندنا بشكل عام بالدير، يعني الكويت رادة من احتلال ودمار شامل للمنشآت الرياضية، ويحاولون إعادة إعمار الدولة مع المشاركة في منافسات واستحقاقات بطولات في الرياضة، يعني بطولات رياضية، يعني تتكلم عن تصفيات كأس آسيا، تصفيات كأس العالم، تصفيات والبطولة العربية صارت في سوريا، وأيضا تتكلم عن تصفيات أولمبياد برشلونة، وتتكلم عن كأس الخليج، كأس الخليج 92-94، بطولة هيروشيما. في استحقاقات غير الاستحقاقات الموجودة على مستوى الأندية أبو غازي، يعني نادي كاظم وصل أعتقد في بطولة ويا نادي العربي، وصلوا دور يمكن ثمانية وقبل النهائي في بطولة الأندية مالت كأس آسيا، لكن سحبوا لوقوع أمام الأندية العراقية في تلك الفترة. لكن نتكلم أن كان هناك خطين متوازنين، خط فني بالنسبة للمستوى الفني للاعبين، وخط أيضا يعني إعادة إعمار وإداري ومنشآت وتنظيم بطولات محلية، فهذه كانت صعبة، يعني حتى المنشآت ما كانت كاملة أبو غازي. نعم، طبعا راح ننتقل للدوري وفهد. دوري الكويت، القمة المتقلبة، سباق رباعي حول الصدارة بالمجموعتين، وقتها كان دوري مجموعتين. صحيح. أخيرا ظهرت الجماهير بالملاعب، خلينا نشوف المربع الذهبي. طبعا الأولى طبعا بين كاظم وغاتية، والثانية بين العربي والسالمية، والبقية ليست بعيدة عن هؤلاء المشكلين المربع الذهبي، يتنافسون مع بعضهم البعض. طبعا كل منهم له فرصة دخول في الدور قبل النهائي لهذه المسابقة. طبعا سوف طبعا يضم الأول والثاني من كل مجموعة، ويقام يوم 7 و8 مارس القادم، أي مع مطلع شهر رمضان المبارك. يعني هذا تكلموا. فعندنا طبعا نتائج مباريات الأسبوع 8 و9، أبرز نتائج النصر والعربي 1-1، الشباب من تحت، أنا قاعد بدي شباب الساحل 2-0 حق الساحل، صبيخات السالمية 2-0 حق السالمية، كاظمة الغاتسية 2-0 حق كاظمة، جهراء تضامن 1-1، اليرموك فاحيل 1-0 حق اليرموك. هذا أسبوع 9. الأمير فيصل بن فهد في زاوية ملاعبنا كان له تصريح يقول ضرورة تجاوز الحساسيات بين الأندية الخليجية، يقول لازم نتجاوز الحساسيات، وشاهد بالدور الفعال الإيجابي دول مجلس التعاون في وقفتها التاريخية مع الكويت، وقتها عقب الغزو كان على طول، أي صحيح، عقب التحرير، مؤكد أن أبناء الخليج تكاتفهم وقادرون على صنع المعجزات. وطالب الأمير فيصل في لقاء مع رؤساء الوفود مشاركة بطولة ناشئين لكرة القدم مجلس التعاون الخليجي، وضرورة نسيان أي حساسيات بين الأندية والدول الخليجية من أجل تحقيق الترابط والأخوة بين شبابها. بالفعل أبو غازي، يعني في تلك الفترة كنا نعاني إحنا كجماهير خليجية من الحساسيات اللي تصير، يعني ما يصير لقاء بين الكويت والسعودية تكون في حساسيات، لقاء بين قطر والبحرين نفس الشيء، الإمارات وعمان نفس الشيء، الكويت والعراق نفس الشيء، فيكون في شوية نوع من الحساسيات لازم تتجاوزها. الرياضة فوز وخسارة. نعم. أنت اليوم فايز باكر راح تخسر، إذا أنت تشتغل الأندية الثانية والمنتخبات الأخرى تشتغل، يعني هذا وارد يعني، ولا نعم. ولا بطولة العالم هذه المفروض يفوز فيها فريق واحد، نقول البرازيل مثلا. نعم. لكن نعم. البرازيل في فرق تقلبه. نعم. يعني خسر أمام فرق عريقة أيضا. نعم. ولها التقدير والاحترام، يعني الممر الشرفي اللي قام يسوونه المنتخبات أو اللاعبين حق أي فريق، هذا ما معناتها أني أنا قاعد أتقبل خسارتي بروح رياضية. نعم. بس رايك نطلع فاصل برازي ونتابع بقية اللقاء. أعزائي المشاهدين خليكم معنا، لا تبعدون، فاصل قصير وراجعين لكم. Thank you.
أعزائي المشاهدين، رجعناكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وإحنا في البارت أول كنا ولا زلنا مع مجلة الرياضي، أعتقد 93 بغازي ها؟ عدل 10/7/93 تكلمنا عن الملك الأمير فيصل بن فهد. نعم. ومطالبته أن يعني الأندية الخارجية يشيلون حساسية بينهم حزازات بعد التأهل لبرشلونة، تكريم نجوم الأمل الكويتي، حاطين بين قوسين الأمل لأن راح يعيدون يعني بالفعل إيه كان ركيزة أساسية، خصوصا بغازي بعد التحرير أغلب اللاعبين القدامى يعني ابتعدوا. إذا نقول إحنا محبوب كان آخرهم، سامي الحشاش، مؤيد الحداد، يوسف ناصر الغانم، يعني مجموعة من اللاعبين اعتزلوا بعد التحرير. شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق كويت انترناشونال تكريم أبطال الفريق الأولمبي الكويتي لكرة القدم، نجحوا الذين نجحوا رغم الظروف الصعبة وفهد في انتزاع البطاقة الآسيوية الثالثة لدورة برشلونة الأولمبية، لتعود كرة الكويتية بذلك إلى الميادين العالمية بعد فترة غياب طالت سنوات منذ تمثيلها في بطولة كأس العالم بأسبانيا. وشارك في حضور هذا التكريم لاعبو الكويت يشاركوا بالألعاب الأولمبية بدورة موسكو عام 1980. تكريم هؤلاء النجوم جاء من الشيخ أحمد اليوسف الصباح أمين صندوق اتحاد كرة القدم الكويتي ورئيس وفد الكويت خلال تصفيات أولمبية الآسيوية التي جرت مؤخرا في ماليزيا، حيث كان لدورة أكبر الأثر في تحقيق المساندة الإيجابية لهذا الفريق الواعد. وأكمل مقام به من جهد الشيخ أحمد يوسف، تبرع ب 12,000 دينار من جيب الشخصي لاعبي الفريق اللي استطاعوا التغلب على كل التوقعات التي لم تكن لصالحهم قبل انطلاق التصفيات. صراحة يعني شهادة الشيء يذكر. الفريق هذا اللي كان الداعم، طبعا نتكلم عن مجلس إدارة الاتحاد بالفعل هو اللي كان يعني، لكن الداعم الأول للفريق هذا كان الشيخ أحمد اليوسف، هو اللي كان معاهم بالمعسكر لغاية ما انتقلوا إلى الهند هناك ولعبوا التصفيات الأولية مع لبنان وعمان ومع سوريا وأيضا ولبنان، وانتقلوا أيضا في التصفيات النهائية في كوالالمبور هناك، طبعا التصفيات المؤهلة تأهلوا مع قطر والكويت وأيضا أعتقد تأهلوا ويانا كوريا الجنوبية في البطولة هذه. طبعا في خبر ثاني عن سيارة الشهيد فهد الأحمد. نعم. سيارة الشهيد بمقر الأولمبي، تم إقامة نصب تذكاري أمام مقر المجلس الأولمبي الآسيوي، يمثل سيارة التي تشهد بداخلها الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح أمام بوابة دسمان، وقد جرى تنفيذ العمل من قبل شركة المركز الفني، وقام بتصميم العمل المهندس نبيل الفيلشاوي، ومن المتوقع الانتهاء الفعلي من تجهيز النصب خلال أسابيع قليلة مقبلة. طبعا لا زال موجود النصب اللي هي السيارة اللي استشهد فيها رحمة الله عليه الشهيد فهد الأحمد في أول يوم الغزو. درع وكأس جديدتان تصلان الكويت في مارس. يتسلم اتحاد الكويتي لكرة القدم من شركة برتوني الإيطالية المخصصة متخصصة في صناعة الدروع والكؤوس الرياضية يوم 5 مارس القادم درع الدوري العام، ويوم 20 من نفس الشهر 20 مارس يعني كأس أمير البلاد الجديدتين، لتكونا بديلتين عن اللتين سرقهما العدو الغازي. صحيح. صرح بذلك محمد عثمان أمين سر الاتحاد اللي أكد أن قيمة العقد لهما لم يتجاوز 8,000 دينار. صنع التجاري بغازي صورة محمد عثمان. استاهل صراحة، رجل من رجالات الرياضة عندنا هنا بالكويت، كان مع الشهيد فهد الأحمد رحمة الله عليه ومربي فاضل في وزارة التربية، استمر بعد الغزو بعد ما تولى رئاسة الاتحاد الشيخ أحمد الفهد، هو استمر معه أيضا ومع مجموعة من الحرس القديم أساسا أو الأعضاء القدم اللي كانوا موجودين مع الشهيد فهد الأحمد، كانت له بصمة رياضية خالدة، أحد أبناء نادي يرموك، يجب أن يتم تكريمه صراحة. مجموعة من يعني تكلم عن محمد العثمان، تكلم عن أسد تقي، تكلم أيضا عن يوسف الشملان، تكلم عن محمد هيب الحجرف، تكلم عن أحمد الودعاني، تكلم عن اللي خدموا في الاتحاد الكويتي كرة القدم، أيضا أنا خاف أنسى يعني أسماء يعني ناس صراحة خدموا وعاصروا في الاتحاد الكويتي كرة القدم. أعزائي المشاهدين، مع الصورة الجميلة للسيد محمد عثمان نصل لنهاية حلقتنا. لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أشكركم على المتابعة، وأشكر زميلي فهد عبد الجليل. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.